أنا عالية، أنا جيت من سوريا، بعيش بالأردن. أنا بيهمني إنه أنا أكون متطوعة وأكون شخص فعال داخل المجتمع. أنا شخص عندي إعاقة وواجهت كثير تحديات بحياتي، ومع ذلك إنه حالياً أنا بروح وبيجي. أنا مهتمة بهدول الأشخاص، اللي الأطفال اللي عندهم إعاقات. لا، أنا بدي أحسس هدول الأطفال إنه الحياة قاسية، بس إحنا لازم نكون أقصى منها لحتى نوصل للإشي اللي إحنا بدنا إياه. أنا بدي أشوف صفا، وأنا بالعادة بشوف صفا هون. هلا هلا، كيفك؟ هلا، اشتقت لك هذا عمري. اشتقتي لي؟ يسلموا. قولي لهم مرحبا. مرحبا. معنا؟ ايه. باي. مرحبا محمد. كيفك؟ تمام. مرحبا، انا محمد صديقة لعالية. اجت قذيفة عالبيت. حالي انه يعني غميان. مسافرين للجيران على مشفى. بعد منا تأثرت يعني إنه ما أقدر أحرك إجري، يعني شو اللي صار؟ ماني وعيان. ولا قالوا لي إنه جت شظية في ظهري وكسرت عدة فقرات. هلا أنا ومحمد عم نرسم لخطة زمنية مستقبلية، يعني إنه بدنا نغير نظرة العالم تجاه الأشخاص اللي أو اللاجئين السوريين بشكل عام. يلا باي، بشوفك بكرة. هلا أنا ببيت رفيقتي بثينة. كيفكم اليوم؟ تعرفت على عالية، صرت أطلع وأشكرها كثير مش شوي إنه عرفتني هي الشاي، وهي تعرفت عليها كثير حبابة وأبو ثاني والبنات كلهن. صرت أحس حالي صح إني عايش بالحياة. طبعاً كان مشوار حلو كثير كثير، كنت مستمتعة فيه، وأنا بتمنى كل يوم إنه يكون يومي هيك. باي.